الحكم ما كانش في المستوى، والوسائل الاعلام تو تشوف البنالتي نتاع الشوط الاول واضح وصريح، شافه حتى هو في الكاميرا. الوقت الاضافي نهايه الماتش 4 دقائق شويه، من هلبة الحارس المرمى نتاع فريق حسنيه ضيع اكثر من 4 دقائق واحد من غير تشنج ومن غير التغييرات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.